السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طالبات العزيزات طالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. سوف نقوم اليوم بدراسة التعبير الكتابي، وهو عبارة عن تلخيص قصة. وما معنى التلخيص؟ التلخيص عزيزات الطالبات هو التعبير عن الأفكار الأساسية للموضوع أيا كان الموضوع. لابد أن أقوم بقراءة الموضوع أولاً، وأحاول أن أفهم الموضوع قدر المستطاع، وأحاول أن أعبر عن الأفكار الأساسية الموجودة في هذا الموضوع في كلمات قليلة جداً دون الإخلال بالمعنى أو المضمون. بعدما أقوم بقراءة القصة أو الموضوع الذي أريد تلخيصه، لابد أن أقوم بتحديد الأفكار الأساسية في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك أقوم بكتابتها على شكل كلمات قليلة لكن دون الإخلال بالمعنى أو بالمضمون. فهيا بنا نرى كيف نقوم اليوم بتلخيص القصة التي توجد معنا. قصتنا اليوم عنوانها صيام الثعلب، يرويها درويش نصر. اقرأ القصة الآتية واشترك مع زملائك في فهم أحداثها واستنتاج العبرة منها. قم بتلخيص القصة مستفيدا من الأنشطة والتعليمات التي تليها. سوف نقوم الآن بقراءة القصة، ثم بعد ذلك نرى كيف نقوم بتلخيصه. هيا معي، قومي بفتح الكتاب صفحة 173 173، وتابعي معي في القراءة محاولة استخراج واستنتاج الأفكار الرئيسية للموضوع. جاع الثعلب كثيرا وراح يبحث عن طعام يسد به جوع، وعند هبوط الظلام رأى الثعلب بستانا يحيط به سور عال. سال لعاب الثعلب عند رؤية الثمار وانقبضت معدته، وأخذ يدور حول سور البستان لكي يجد بابه. عند الصباح عثر على فتحة صغيرة في سور البستان تتسع لمرور هر صغير، فأدخل رأسه عبر الفتحة ولكنه لم يتمكن من إدخال جسمه. أمضى الثعلب يومه يحاول المرور عبر الفتحة ولكن دون جدوى، فبات ليلة حزينا خائبا. ومضت أيام عدة لم يذق الثعلب فيها طعاما، وخارت قواه فنحل جسمه وخف وزنه وضمر بطنه حتى أصبح هزيلا كالخيال، وتمكن بذلك من المرور بصعوبة عبر الثغرة إلى البستان. فرح الثعلب كثيرا باحتلال البستان، فأخذ يتسلق الأشجار ويأكل الثمار ويكسر الأغصان حتى تعب وامتلأ بطنه، واستمر في ذلك أياما طويلة، وكان سعيدا بالثروة التي وجدها في البستان الجميل، فقرر الإقامة فيه طوال حياته. بعد أيام قليلة جاء حارس البستان وتجول فيه، فرأى الأغصان المكسورة وأدرك أن أحدا قد دخل إليه وخربه، فقرر البقاء في البستان لكي يتمكن من إلقاء القبض على السارق.
سمع الثعلب صوت الحارس ونباح كلبه، فركض إلى فتحة السور لكي يهرب منها، إلا أنه لم يستطع الخروج بسبب انتفاخ بطنه المليء بالثمار المسروقة. اختبأ الثعلب داخل حفرة في زاوية البستان، وهكذا صام الثعلب أياما طويلة على الرغم من توفر الثمار أمامه، وكان نباح الكلب الحارس يخيفه ويمنعه من النوم، فعاد جسمه إلى الهزال من جديد وضمر بطنه وخرج من البستان كما دخله جوعا. هكذا قمنا الآن بقراءة القصة، فهيا نناقش بعض الأشياء من خلال ما قرأناه داخل القصة. هذه الأشياء سوف تساعدك في تلخيص هذه القصة. أول سؤال معانا لهذا اليوم، اذكري أهم الشخصيات التي تم ذكرها في القصة، أو ما الشخصيات الواردة في القصة؟ هيا عزيزتي الطالبة حددي معي الشخصيات التي تم ذكرها في القصة. أول شخصية معانا طبعا هي شخصية الثعلب. أما الشخصية الثانية، يبقى أول شخصية معانا هي شخصية الثعلب. أما الشخصية الثانية فهي شخصية حارس البستان. أما الشخصية الثالثة هي شخصية الكلب، نباح الكلب أو كلب الحارس، كلب الحارس. هكذا قمنا بذكر الشخصيات التي توجد معنا في هذه القصة. السؤال الثاني، أين دارت أحداث هذه القصة؟ أين دارت أحداث هذه القصة؟ يا ترى أين دارت؟ نعم، دارت أحداث هذه القصة في البستان، دارت في البستان. المكان البستان. السؤال الثالث، ما مشكلة الثعلب؟ ما مشكلة الثعلب؟ نستطيع أن نحدد هنا مشكلة الثعلب أنه كان يبحث عن طعام، فعندما وجد الطعام داخل البستان لم يستطيع الخروج منه مرة أخرى، وذلك بسبب زيادة وزنه وامتلاء بطنه. هذه هي المشكلة، رغبته في الخروج من البستان لكنه لا يستطيع الخروج بسبب امتلاء بطنه. وما حل المشكلة التي وقع فيها الثعلب؟ حل هذه المشكلة أنه صام عدة أيام حتى أصبحت بطنه فارغة، فاستطاع الخروج من البستان وخرج من البستان مثلما دخله فارغ البطن. وما هي العبرة من تلك القصة؟ يا ترى ما هي العبرة من تلك القصة؟ حاولي أن تستنتجي العبرة من هذه القصة، وسوف تكون العبرة بإذن الله تعالى هي أن السرقة والمكر أمر مذموم أي مكروه، وعلى المرء أن يعمل ليحصل على ما يريد. نقوم بكتابة العبرة هنا، العبرة. إذن العبرة، السرقة أمر مكروه أو مذموم، وعلى المرء أن يعمل ليحصل على ما يريد. وبهذا نكون قد قمنا بتحديد الأفكار الرئيسية داخل هذا الموضوع. هيا بنا ننتقل إلى التخطيط للكتابة. أولا نقرأ القصة قراءة واعية لفهم الأحداث، وقد قمنا بالفعل بقراءة القصة. حدد الأحداث الأساسية، وقمنا أيضا بتحديدها من خلال
ما تم ذكره الآن تحديد الشخصيات الرئيسية في القصة أو تحديد الشخصيات كلها داخل القصة. قمنا أيضا بتحديد أهم الأحداث داخل القصة والمشكلة داخل القصة وأين دارت القصة وما حل القصة حل المشكلة داخل القصة وما هي العبرة المستفادة من تلك القصة. كل هذه تعد الأحداث الرئيسية والأساسية في القصة. الآن سوف نقوم بكتابة الموضوع من خلال الربط بين هذه الأحداث باستخدام أدوات الربط، وكلنا على علم بأن أدوات الربط هي الواو والفاء وثم وأيضا كذلك. نتيجة لذلك كل الأدوات الربط التي قمنا من قبل بذكرها وسوف أقوم أيضا بكتابتها الآن أدوات الربط حتى نسترجعها مع بعض. قد قمت الآن بكتابة بعض أدوات الربط التي قمنا من قبل بدراستها، وأدوات الربط كثيرة جدا منها الواو والفاء وثم أيضا كما كذلك مما يترتب على ذلك النتيجة لذلك. أدوات الربط كثيرة جدا وأيضا مستعملة علامات ومستخدمة علامات الترقيم وعلامات الترقيم النقطة والفاصلة ونقطتين القول إلى آخره. ثم بعد أن نقوم الآن بتلخيص القصة سوف نقرأ التلخيص ونقوم بمقارنته بالنص الأصلي. ثم بعد ذلك قومي عزيزتي الطالبة بقراءة التلخيص لتصحيح الأخطاء الإملائية التي توجد لديك إن وجدت. نكتب التلخيص بخط واضح أو يمكننا طباعته على جهاز الحاسوب. والآن أمامنا نموذج استرشادي. الفقرة هذه قبل التلخيص: جاع الثعلب كثيرا وراح يبحث عن طعام يسد به جوعه، وانقضى النهار دون أن يعثر على شيء يأكله. وعند هبوط الظلام رأى الثعلب بستانا يحيط به سور عال تدلى فوقه أغصان الأشجار المثقلة بالثمار الشهية. أمامك الآن الفقرة بعد التلخيص وهي الكلمات التي وضعنا تحتها خط فقط. الكلمات التي قمنا بوضع خط تحتها هي عبارة عن التلخيص. أما ما لم نضع تحته خط فهو كلام ثانوي وليس بأساسي، يمكننا الاستغناء عنه، يمكننا الاستغناء عنه. فهيا بنا نقوم بتلخيص القصة كما هو موضح عندي. هيا سوف أقوم الآن بتخطيط وتلخيص القصة معك، لكن عليك أن تقومي بكتابتها داخل الدفتر بخط جميل بخط واضح، أو بإمكانك أن تقومين بنسخها داخل جهاز الحاسوب. هيا بنا نقوم بتحديد الأفكار الرئيسية والأساسية من خلال التلخيص دون الإخلال بالمعنى. نقول: جاع الثعلب كثيرا وراح يبحث عن طعام فقط. رأى الثعلب بستانا يحيط به سور عال. ما أقوم أنا بتخطيطه هذا هو، أو هذا هو التلخيص، أو هذا أو هذه الأفكار الأساسية. نستطيع أن نقول: أخذ يدور حول سور البستان لكي يجد بابه. عثر على فتحة صغيرة في سور البستان. أدخل رأسه عبر الفتحة ولكنه لم يتمكن من إدخال جسمه. مضت أيام لم يذق الثعلب فيها طعاما.
فنحل جسمه وخف وزنه، تمكن بذلك من المرور إلى البستان. رأيتم كيف أقوم أنا بتلخيص القصة؟ ما أضع تحته خط، ما سوف نكتبه إن شاء الله داخل الدفتر، خط واضح وجميل. هيا تابعي معي التلخيص. فرح الثعلب باحتلال البستان، وأخذ يكسر ويأكل ثمار، أخذ يأكل الثمار ويكسر الأغصان. ننتقل بعد ذلك، بعد أيام قليلة جاء حارس البستان فرأى الأغصان المكسورة، فقرر البقاء في البستان كي يتمكن من إلقاء القبض على السارق. سمع الثعلب صوت الحارس ونباح كلبه، حاول الهروب لكنه لم يستطع الخروج. بسبب انتفاخ بطنه، هكذا صام الثعلب أياما طويلة. فعاد جسمه إلى الهزال من جديد، وخرج من البستان كما دخله جوعان. عزيزتي الطالبة، قمنا الآن بعمل تلخيص للقصة. رأيت كيف قمنا الآن بتلخيصها بطريقة سهلة وبسيطة؟ قومي بكتابة ما قمنا بتلخيصه، وأتمنى أن نكون قد استفدنا من درسنا لهذا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.